سمك الله، أريد أسمعك. محمد، محمد، مرحبا، تفضل أخي الكريم. الله يحفظك الأخ. بالنسبة لقضية الصحراء الغربية، السؤال المطروح اللي قلتي شنو هو الأخ؟ هو بماذا هي الصحراء المغربية قبل 75؟ أي حد يقول على أنها مغربية خاصة يعطينا الحجج والأدلة على أنها مغربية قبل 75. خذ وقته في يا التاريخ أخي، كامل، يبحر في التاريخ، تفضل. أبدا أبدا لم تكن مغربية، وكما نعلم جميعا أن جبهة البوليساريو تأسست في 1973، وأنا ذاك ما كان حتى مغربي في هذيك الوقت، وحنا كنعرفوا الشعب المغربي أنه أبادوا الحسن الثاني في أم دريقة وقتلوه، هجروا في اتجاه شعب الصحراء، الشعب الصحراء. صحيح في الشعب الصحراوي، وهذاك الكثير من الإخوان الصحراويين كيعانوا في المناطق المحتلة، العيون الداخلة كيعانوا في هذاك الاحتجاز القسري اللي كيدار لهم من طرف السلطات. أنا اللي غادي نقول لك 100% بأنها الصحراء الغربية، وأبدا لم تكن مغربية، وكما يصف القانون الدولي للأمم المتحدة كتوصف بأن المغرب أنه احتلال للصحراء الغربية، وهذا ما كان هدية. ولكن لماذا الشعب المغربي تقريبا، قول تقريبا ملايين كاملين يقولوا على أن الصحراء مغربية بدون أي حجة وأي دليل؟ الأخ راضي الليلي اللي غادي نقول لك، وهذا الكلام سأشهد به أمام الله سبحانه وتعالى، أنه أغلبية الشعب المغربي أنه عنده واحد الفكر اللي كتعرفه أنت، واحد الفكر اللي إيش غادي نقول لك، ما تقدش تقنعه، لأنه عايش في واحد الوهم، واحد البروباغاندا اللي كتمارس علينا يوميا. حنا كنعيشوا الواقع المزري داخل هذه التزريبة، بحالاش انت غتغير لي هذاك الفكر تاعو. انا رسالتي لهذا الشعب المغربي اللي كيشاهدك حاليا، انه الى ما تحررتوا من هذه العبوديه، والى ما واجهتوا الاخوان الصحراويين بحقائق وبادله، ومن الناحيه القانونيه اش كيقول، اش كتقول الامم المتحده، راه ما راه كديروا غا كتكبوا غا الماء في الرمله. فاش انت كتجي وكتطلع في غرض السب والشتم وقصف الاعراض، راه كتقول بانك مغربي. انت اخي ابدا، انا شخصيا اتبرأ منك وانت لست مغربي. انه تجي كتجي وكتمثل اناس كاينين مغاربه احرار، انت لست ولكن بمغربي. قليلين يا أخي، ولكن قليلين، يطلع عنا واحد على 20 لايف، يطلع واحد ولا اثنين اللي يتكلموا بالحق. الجميع يا أخي يتكلم يا إما بالسب، يا إما بالشتم، يا إما التطاول على الأعراض، يا إما استعراض القوة ونحن وكذا. أنت بالله عليك، أنت كإنسان مغربي، هل المغرب بلد قوي؟ أبدا أبدا قوي باش هل المغرب بلد قوي عسكريا؟ عسكريا فقط الإخوان الفلسطينيين لا هذيك. لا قوي، لا قوي قوي، يعني كبلد قوي اللي يقدر مثلا يمشي يتواجه مع جيوش، فقط نقول لا جيوش عربية في المنطقة، هل هو جيش قادر على الحرب؟ هو جبان، هو باش نقول لك الأخ البيضاني، الأخ عفوا الأخ محمد، باش غادي نقول لك أنه جبان. راه شفتي مؤخرا فاش دار هذاك التطبيع غرض التبادل العسكري، فاش كيقتل في الإخوان الفلسطينيين. ومؤخرا كنا شفنا دار هذاك التطبيع في غرض أنه باش يعترف ليه بالصحراء الغربية. وأبدا أبدا، كيفاش أنت دولة وهمية غادي تعترف ليك بالصحراء الغربية؟ هذا الشيء لا يعقل، أسرى ما يدخلش للعقل. هنا على أبواب 2024 ومازال كنلقاو هاد الأناس مجهلين وما عندهم والو بالناحية القانونية. أنا والله الأخ، وأوضاع المغاربة شنو الوضع اليوم في المغرب، الوضع الاقتصادي في المغرب؟ يا أخي الواقع المزري اللي كنعيشوه هنا، والله العظيم إلا كنهضر معاك أنا حاليا، والله إلا كنهضر معاك الأخ محمد، إلا حاليا ما عنديش 1000 فرنك باش ندير القهوة. هنا كنعيشوا قمة الرذالة وقمة الاضطهاد. أنا ماشي أنا كنمدح في شخص تاني ولا كنطبل واحد النظام، لا، هادشي واجب علينا نقولوا الكلمة تاع الحق. أننا كنعيشوا في واحد الوهم،
واحد الاكاذيب اللي كتعطى مؤخرا لهاد الاناس هادي، تعطات لهم بانهم غادي يعوضوهم في هادو تاع الزلزال، ومع زلزال ذلك كتجي انت وكتطبل هاد النظام وكتقول عاش انت. الا كنت يا عايش يا اخي عايش، عطاتك هذيك الدوله الناسيوناليتي ولا عطاتك، راه ما كتمثلش نظام، راه ما عرفتيش شكون اللي الخدمة في كيسير تحت الشعب هاد الدوله بشكل هادي. كامل. ها وانت ما عارف حتى التاريخ تاع هاد البلاد هادي، وكتجي وكتقول لي عاش، وكتعرف غير عاش. يلا دخل معايا في الناحيه القانونيه، دخل معايا في علاش مبنيه هاد الدوله هادي. ويمشي معاك للمستشفى الحسن الثاني في أكادير، خاصو إن شاء الله نسعى اللي مرض يمشي لهذاك المستشفى هذاك أكادير، وراه يمشي الحسن مشكل الثاني باش يشوف شنو هو، واش كاين شي، واش كاين فيه، واش فيه مستشفى ولا لا. والله، لا حول ولا قوة إلا أيوة الناس بالله الأخ ما عارفة محمد. الحقيقة والله. وراء الله شوف يجزيك. شوف الأخ محمد، آخر كلامي غادي نقول أنه شوف، راه رسالة للإخوان الصحراويين أو جميع الشعوب العربية اللي كيشاهدونا الآن، أنه راه أغلبية الشعب المغربي أنه عارف الحقيقة ولكن كيكذب فيها، وهذا الشيء راه ماشي في صالحكم، ستحاسبون أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه قول كلمة الحق راه صعبة الأخ رضي النيلي، عندها ثمن دابا، عندها وراه ثمن. عندها ثمن، وأنت ما عرفتيش واش غادي تبقى حي في هذا اللايف هذا اللي كتشاهد فيه ولا غادي تموت. فلذلك تحية للشعب الصحراوي من داخل البؤس والفقر في هذه الزريبة هذه داخل مدينة أكادير، تحية للإخوان في مخيمات العزة والكرامة، والإخوان اللي كيعانوا في سجون الاحتلال المغربي، الإخوان الصحراويين راهم متضامنين معاهم، وتحية لكم ودمتم في رعاية الله ودمتم سالمين. الله يجازيك جزاك الله خير. الأخ محمد، العفو، حتى انت كذلك، حتى انت جزاك على الله كلمة يحفظك، الحق، لأنك كلمة الحق في الزريبة والله ثمنها غالي جدا. جزاك الله خير عبد العزيز. أمين، الله يعفو علينا.